فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: إني فرط لكم. إني فرط لكم، والفرط هو السابق إلى الماء. الفرط في اللغة السابق، هو السابق إلى الماء الذي يسبق قومه ليسقي لهم الماء. والرسول فرطنا أي سابقنا إلى الحوض يوم القيامة، وهذا فيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه الحوض وأعطاه الكوثر، وترد هذه الأمة على هذا الحوض كما جاء في الحديث، ويشربون منه، ومن شرب منه شربة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله فضله. ولكن يرد عنه أناس يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يذادون ويردون، لأنهم أحدثوا بعده ما أحدثوا من الردة أو من البدعة، فيمنعون من ورود الحوض عليه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله: إني فرطكم على الحوض، أي تلقوني على الحوض.